صباح الخير متابعي تونس الرقمية وتونزي نيميري. كما كل أربعاء موعدنا يتجدد في بث مباشر على تونزي نيميري لايف مع ضيف من الساحة السياسية. اليوم ضيفتنا هي النائب عن حزب تحية تونس السيدة لمياء مليح. صباح النور مدام. صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الخير لكل متابعي تونزي نيميري لايف، وصباح الخير للجالية التونسية المقيمة بالخارج. دونك مدام عدنا مجموعة من الأسئلة باش نطرحوهم عليك في بثنا المباشر. ساعة في البداية أكيد باش نتعرفوا عليك. دونك لمياء مليح هي نائب بالبرلمان، كانت عن كتلة نداء تونس والتحقت مؤخرا بحزب تحية تونس، ولكن بعيدا عن السياسة لمياء مليح من تكون لمن يجهلها؟ اللي ما يعرفنيش، لمياء مليح مهندسة فلاحية، دكتورة في البيولوجيا، باحثة علمية، درست وأطرت طلبة في جامعة بروكسل. عندي العديد من المقالات العلمية اللي في دي جورنو انترناسيونو ودي جورنو امريكان، معنا تخي بيان كوتي، فاكتور دامباكت امبورتون. انا متزوجة وام لثلاثة صغار. لمياء المليح هي نائب رئيس الجامعة التونسية للشطرنج. لمياء المليح هي نائب رئيس للمجلس الاقتصادي التونسي البلجيكي اللي يرأسه هو سفير بلجيكيا في تونس، وأنا نائب الرئيس فيه. لمياء المليح أصيلة مدينة مساكن ومحكمة دولية. إذن مدام مرحبا بك. بيك. فما مجموعة من الأسئلة يطرحوهم في كل مرة متابعين الباج نتاعنا على كل ضيف يكون معنا. في البداية، لماذا الاستقالة الآن من نداء تونس وأنت التي كنت تؤكدين أن النداء ولد كبيرا؟ أنت في عديد المرات مدام وحتى في مداخلاتك في البرلمان كنت ديما تشدد على أنه نداء تونس حزب ولد كبيرا، بالرغم من أنه نداء تونس شهد مجموعة كبيرة من الانشقاقات والانسلاخات. الاستقالة الآن قبل أشهر من الانتخابات، علاش؟ أنا مازلت نأكد أنه نداء تونس حزب تولد كبير، الحزب اللي في ظرف سنة بعد معناها الولادة متاعه يفوز في انتخابات تشريعية ورئاسية منجم يكون كان حزب تولد كبير، الحزب اللي بعد ما تأسس وفاز في الرئاسية والتشريعية يكون عنده رئاسة مجلس نواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة منجم يكون كان حزب تولد كبير. لكن في صفيصة الولادة معناها تولد كبير، أما في صفيصة الحزب هذا ما تحول للأسف لساحة متاع انشقاقات. لكن هذا ما خلانيش أني نخرج من نداء تونس. علاش؟ لأني أنا إنسانة نعتبر روحي مسؤولة، مسؤولة أمام الناخبين متاعي اللي انتخبوني على نداء تونس. ما حبيتش نخرج بالرغم صارت العديد والعديد من الحاجات اللي هي خارجة عن قناعاتي، لكن بقيت لأني أنا نعتبر أنه الناخب التونسي لازم تبقى عنده ثقة في الشخص اللي ينتخبه. وقت اللي ينتخبك على حزب تبقى لآخر الدورة النيابية في الحزب اللي ينتخبك عليه. وذلك علاش أنا ما خرجتش من حزب نداء تونس إلا بعد ما كملت الدورة النيابية متاعي. خروجي كان بعد ما جاء المؤتمر، لأني أنا كنت متخيل أنه مؤتمر نداء تونس مش يخرج مش يغير حاجة. وقتها كان اسمه مؤتمر الإصلاح والالتزام، أنا أمنت أنه الاسم هذا كي نجم يكون بداية لحاجة جديدة، معناها اللي حلمنا بها توينس الكل، ما هيش لمياء المليح فقط، لكن حلم بها العديد والعديد من الأطياف في المجتمع التونسي. لكن للأسف معناها المؤتمر هذاك زاد معناها الحاجات اللي معناها الشقوق اللي كانت موجودة زاد معناها فيها وزاد في الهوى اللي موجودة. هذاك علاش معناها أنا معناها من بعد المؤتمر قررت باش نستقيل، قدمت استقالتي معناها الاستقالة فكرت فيها جديا من المؤتمر، لكن ما حبيت ناخذها إلا ما نكمل الدورة النيابية متاعي، لأني نعتبر الناخب التونسي من حقه اللي ينتخبك على حزب تبقى تونس تبقى له في الحزب ذاك حتى نهاية الدورة النيابية. استقلت 1 جويلية قبل العطلة البرلمانية وقبل الانتخابات التشريعية، لأني من حقي أني أنا نفسر للناخبين متاعي ومن حقهم أني أنا نشق طريقي بما أني ما قيتش القناعات متاعي في الحزب ذاك، لكن كملت الدورة النيابية متاعي للآخر. هل انه حزب نداء تونس وارد انه يعاود يلتف على بعضه معناتها ويعاود ويرجعوا القيادات، خاصه انه حتى مؤخرا سلمى اللومي زاد قدمت استقالتها، ناجي جلول تم اقصائه كذلك من الحزب، هل من الممكن انه نعاود نبنيه نداء تونس من جديد؟ لو كان جينا احنا عندنا امل انه نجموا نعاودوا رانا بقينا في الحزب وما استقلناش. خروج معناها لم يملايح سلمى اللومي ناجي جلول، هذا إذا كان دل على حاجة دل اللي احنا استوفينا كل معناها صبرنا واستوفينا كل أمل متاعنا في أنه الحزب نجم يرجع، وبالخاصة بعد المؤتمر.
باش نشوفوا مدام السؤال الثاني. خلال اعلانكم عن استقالتك من الحزب نداء تونس كنت كتبت ان لكل بدايه نهايه ولكل نهايه افق ارحب، هذا ستاتيو على الباج فيسبوك نتاعك. هل انه حزب تحيا تونس هو الافق الارحب بالنسبه للميا مليحه؟ كي نحكي على الأفق نحكي على الأفق مش فقط في الحياة السياسية، الأفق في الحياة المهنية وفي الحياة العائلية وكذلك في الحياة السياسية. وقتنا نحكي على الأفق الأرحب في الحياة السياسية، ولكن أنت كتبتها ستاتيو في إطار انسحاب من حزب واللي يندرج أكيد في حياة سياسية. نعم سأجيبك، هذاك علاش قلت لك في إطار معناها الحياة السياسية. نعم أعتبر أنه حزب تحيا تونس هو الأفق الأرحب بالنسبة لي كشابة ومرأة تونسية، لأنه نعتبر أنه حزب تحيا تونس هو حزب متاع الشباب، حزب المرأة التونسية، وهو امتداد لأفكاري ونجم نلقى فيه روحي. ولكن مدام زيدا كما شفنا مؤخرا انه حزب تحيا تونس ما تمش الاعلان عن على تاسيسه، ما عنده برشا عنده اشهر، تصدر في فتره ما نتائج صبر الاراء. مؤخرا لاحظنا انه الحزب حتى حزب تحيا تونس يسجل في تاخر بالنسبه للمجموعه من الاحزاب اللي ناشئه جديده. انت وانا نعرفوا انه صبر الاراء معناها اي واحد ينجم يخرج صبر الاراء، وصبر الاراء نعرفوا انه هو موجه في تونس اكثر منه معناها بصراحه صبر اراء حقيقي. انا شخصيا نعتقد انه صبر الاراء هو طريقه ومعناها لتوجيه الراي العام وتوجيه الشارع التونسي. هذاك علاش انا نشوف انه اللي يحب الحق يكون عنده صبر اراء حقيقي، لازم يهبط للميدان ولازم يشوف حجمه في الميدان ولازم يكون عنده احتكاك بالناس في الميدان، هذاك صبر الاراء الحقيقي. حجم تحيا تونس على الميدان على الاقل احنا في الخارج، لانه انا القرار نتاع الاستقاله نتاعي ما خذتوش لم يملايح حدا، اخذته من هياكلها اللي هي موجوده في الخارج، واللي الاختيار نتاع تحيا تونس كان بالتوافق معاهم هما. يعني احنا وقتلا انا اخترت تحيا تونس ما اخترتوش انا كلم يملايح، اخترته مع الهياكل نتاع الخارج. هياكل الخارج تعتبر انه تحيا تونس ينجم يكون الافق الارحب بالنسبه للتونسيين والتونسيات اللي موجودين في الخارج، اللي نجموا يخدموا فيه واللي نجموا يقدموا به. وحجم نداء تونس؟ حجم نداء تونس للأسف في الخارج تراجع جدا، وللأسف معناها ما عادش معناها نحكي ياسر على نداء تونس في الخارج. هذاك علاش معناها قلت ثم أفق أرحب وثم معناها أمل أفضل مع تحيا تونس. إذن مدام أكيد أنت كنائب بالبرلمان قدمت مطلب للانضمام إلى كتلة الائتلاف الوطني اللي هي تابعة لحزب تحيا تونس، هل تم قبول مطلبكم؟ نعم وقع القبول، ونعم وقع الإعلان عن انضمامي لكتلة الائتلاف الوطني البارح في الجلسة العامة متاع البارح. واضح. البعض اعتبر ان استقالتك من النداء والانضمام لتحيا تونس يندرج ضمن السياحة الحزبية ومجرد سعي للحصول على منصب خلال الانتخابات القادمة، ردك على هذه؟ انا اعتقد ان السياحة الحزبية لا تنطبق علي، لاني ما خرجتش من حزب نداء تونس لا في السنة الاولى لا في السنة الثانية لا في السنة الثالثة لا السنة الرابعة، يعني بالرغم من انشقاقات الكل، الا اني صبرت وامنت بمؤتمر انتخابي ديمقراطي في نداء تونس. انا نعيش في بلد ديمقراطي ونمن بالديمقراطيه، وكنت عندي امل انه المؤتمر نتاع نداء تونس مش يغير حاجه. وانا قلت لك معناها المطلب معناها قرار الاستقاله خذيته من المؤتمر وقتلا ايست نهائيا، وعرفت انه للاسف المؤتمر معناها ما خرج حد شيء. لكن علاش ما قررتش اني نخرج وقتها في المؤتمر؟ لعده اسباب، لاني شخص مسؤول ولاني ضد السياحه الحزبيه، قلت الا ما نكمل الفتره النيابيه الى اخرها. هذه النقطة الأولى، ولأني النقطة الثانية أنا نعتبر بصراحة أنه بخلاف معناها السياحة الحزبية، نعتبر أنه لازمش الإنسان معناها يخرج من حزب إلا بعد ما يستنفذ كل معناها المراحل متاع الإصلاح، وأنا شخص ساهم في بناء نداء تونس، ما نجمش نساهم معناها في تهديمه. بعد الفترة في المؤتمر، أنت تعرف مروة والعديد من المتابعين متاعنا يعرفوا أنه نداء تونس تعدى بمرحلة صعيبة، معناها الباتيندا الشرعية وغيرها. أنا صبرت حتى لين ترجع الشرعية لحزب نداء تونس، لأني أنا ساهمت في بناء الحزب هذا، استحالة نكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بطريقة معناها مساهمة في الانقسام او في تهديم الحزب هذا. هذاك علاش تريثت
بعد معناها القرار متاعي خديته، لكن تريض. قلت لك السبب الأول هو مسؤوليتي أني أنا استنيت حتى تكمل فترة النيابية، والحاجة الثانية من باب أني ترجع الشرعية وترجع الباتيندا لحركة نداء تونس. وقتها لتهنيت أني رجعت الباتيندا، وقتها أخرجت بضمير مرتاح لأنه الحزب اللي ساهمت في بنائه استحالة نساهم في تهديمه. انت اكيد تشوف انه كما قلت الباتيندا اللي رجعت هي رجعت لشق المنستير اللي هو بقياده حافظ قايد السبسي، هل انه الشق هذاك منذ البدايه هو الاحق بالباتيندا؟ نعم، انا لو ما كنتش عندي قناعه انه هو الاحق ما كنتش نكون معناها موجوده فيه. انا نعتبر انه الشق هذاك كانت عنده الاحقيه لانه كانت عنده القواعد ولانه كانت معناها عنده الشرعيه ولانه كمل المؤتمر معناها نتاعو، معناها ما هربش بجزء من المؤتمر، ولاني قلت لك عشت في بلدان ديمقراطيه نمن ان الديمقراطيه لازمها تتواصل حتى للاخر. ولكن كثيرين معناتها ينسحبوا من نداء تونس، والكثير معناتها يعلن انه انسحابه كان بسبب حافظ قايد السبسي وانفراده بالرأي. موقفك مدام من مختلف هذه الآراء اللي تتطرح وتتقدم في كل مرة عندما يستقيل قيادي من نداء تونس؟ أنا الأمانة من الحاجات اللي كانت مخليتني ما لا لازم عنها في حزب نداء تونس إنه هو ما كانش حزب مؤسسات، برغم أنا كنت ديما نسعى مش إنه يكون حزب مؤسسات، وكنت معناها الفكرة هذه معناها نحارب عليها داخل الحزب من غير أي تشويه خارجي ولا إعلامي على حزب نداء تونس، لأني أنا معروف علي الانضباط، أنا كي نكون في حزب ننضبط للحزب هذاك، وحتى كي معناها ننتقد من الداخل، وحتى كي نحاول نصلح من الداخل. وقت اللي كانوا ديما يسألوني ومعناها يختصروا حزب نداء تونس في حافظ قائد السبسي، كانت ديما كلمتي انه الحزب ما يختصرش على قائد حافظ السبسي، حتى لو كان في قناعاتي معناها انه الحزب هذا لازم يكون حزب معناها مؤسسات. ويمكن من الاسباب اللي خلتني نمشي لحزب تحيه تونس انه حزب مؤسسات. من ضمن التعليقات مدام اللي وردت على انسحابك من نداء تونس وانضمامك لتحيه تونس هي رغبه لميا ملايح في ان تحوز على كرسي في البرلمان في الدوره البرلمانيه القادمه. هذه إجابة مردودة عليها بسهولة جدا، إنه لم يمليح القرار هذا كما سبقت وقلت لك ما خذيتوش وحدي، القرار هذا خذيته مع قواعدي في بلجيكا بعد مشاورات، في سويسرا، في كندا، في أمريكا، في بريطانيا، يعني ما أعتقدش إني القواعد هذه بكلها تلوج على كرسي. معناها أنا ما خذيتش القرار هذا بنفسي، بالعكس القواعد متاعي من المؤتمر وهي تحبني نخرج من حركة نداء تونس، لكن أنا كنت قلت لك من باب المسؤولية نستنى حتى تكمل الدورة النيابية متاعي فقط، لكن القرار هذا خذيناه في مجموعة مع الهياكل متاعنا، وما نعتقدش أن هياكلنا تلوج على كرسي. والدليل أنه أنا خذيته مع هياكلي أني أنا 4 أيام بعد الاستقالة متاعي كنت قادرة أني أنا ننظم اجتماع جدا جيد جدا في بروكسل في فترة أني هي العودة الصيفية، معناها الناس روحت لتونس وأنا قدرت أني مع هياكلنا نعملوا معناها هياكلنا بالخارج في بلجيكا وليكسمبور نعملوا اجتماع ممتاز جيد جدا، وكانت فيه تعب ممتازة وخلص أداء جدا ممتاز في بروكسل. هذا يوري اللي احنا في تواصل، يوري أن القرار هذا ما انفردتش به لميا ملايح وحدها، اخذته مع القواعد متاعها واخذته مع هياكلها اللي خدمت معهم من 2014 إلى اليوم. ما نعتقدش القواعد هذه كلها تبحث على منصب. وحاجة أخرى مروة، لم يمليح في حياتها الناس اللي ما يعرفوهاش كنت معاملة فقط على مؤهلاتي العلمية والأخلاقية، وكنت معاملة على ربي وعلى رضا الوالدين بغض النظر على المناصب، وإلى اليوم وغدوة وبعد غدوة مش تبقى هذيك مبادئي وما تبدلش. واضح. مدام، اعتبر العديد من المتابعي الشأن السياسي أنه تحية تونس هو مجرد نسخة جديدة من نداء تونس، ما زلنا في نداء تونس وتحية تونس. ردك والفرق، أنت في الحزبين أكيد، الفرق كنت في حزب نداء تونس وانضميت لحزب تحية تونس، الفرق ما بين الحزبين؟ أكيد ثم نقاط مشتركة بين تحية تونس ونداء تونس، ولكن ما كانش ثم النقاط المشتركة هذه أنا ما نجمش نكون موجودة ونختار تحية تونس. تحية تونس هو كما نداء تونس امتداد للحركة الوطنية وامتداد وإيمان بالدولة المدنية. كيف معناها ثم روافد، أي شخص معناها يحس روحه أنه تجمع الدولة المدنية ينجم يلقى روحه معناها في الحزبين. اللي الفرق اللي بين الحزبين هذوما هذا بالنسبة للنقاط، لكن ثم فرق جوهري بين الحزبين، بين حزب تحية تونس وحزب حركة نداء تونس، أنه تحية تونس هو حزب مؤسسات تبنى من القاعدة إلى القمة.
عكس نداء تونس اللي تبنى حول شخص الباجي السيد الباجي قائد سبسي مؤسس حركة نداء تونس. ومن بعد معناها مشينا للقواعد في حركة تحية تونس تبنى من القاعدة إلى القمة، والدليل إنهم هما قدروا معناها في سنة انتخابية، لأنه لازم الحزب يتجرأ إنه يعمل مؤتمر بتاعه في سنة انتخابية، تجرأ حزب تحية تونس إنه يعمل مؤتمر بتاعه في سنة انتخابية. والحاجة الثانية معناها بعد التأسيس بتاعه بشهرين يعمل مؤتمر بتاعه، لأنه كان عنده ثقة في القواعد بتاعه، ولأنه بدأ الخدمة بتاعه من القواعد، ولأنه قواعده عندها ثقة فيه، وذلك علاش المؤتمر بتاعه ما كسروش وما صارتش تصدعات وما صارتش الشقوق اللي صارت في نداء تونس. ولكن مدام زد المراقبين للشأن السياسي لاحظوا أنه حتى تحية تونس بني على أساس صورة يوسف الشاهد. ماهوش صحيح، والدليل أنا كما قلت لك المؤتمرات بكلها معناها قاعدية. أكيد يوسف الشاهد هو رئيس الحزب، لكن يوسف الشاهد انضم إلى الحزب بعد ما تكون الحزب، مش هو جاء وعمل الحزب، تكون الحزب ومن بعد الحزب اختار، يعني القواعد اختارت أنه يكون رئيسها ممثلها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة. هذا الفرق اللي نحكي لك عليه، معنى القواعد هي اللي اختارت، مش الجيل المؤسس وهو اختار القواعد متاعه. القواعد هي عملت المؤتمر متاعها، عملت الانتخابات متاعها، وهي اللي اختارت من يمثلها ومن يرأسها. وهذا الفرق اللي نقول لك جوهري معناها في معناها بين الحزبين. وزيد حاجة أخرى، أنت كان شوفت في الاستشارات، احنا على أبواب معنا انتخابات تشريعية، تشوف الاستشارات معنا اللي قايمة بها حركة تحية تونس، استشارات معناها فيها ديمقراطية كبيرة، معنا الهياكل اللي هي قاعدة تختار في أسماء المترشحين متاعها على القوائم الانتخابية في مختلف الجهات، وفي 33 دائرة انتخابية يكون نداء تحية تونس بليتو موجود ومتواجد فيها. مدام الانتخابات الجزئية في بلدية باردو مؤخرا، قراءتك للانتخابات الجزئية خاصة النتائج الأولية اللي البعض منها يعتبر أنها باش تكون عينة صغيرة على نتائج الانتخابات التشريعية؟ حقيقة أنا تابعت بكل حرقة من نتائج عزوف كبير كذلك بالضبط. من قبل أنا تابعت بكل حرقة الحقيقة النتائج متاع الانتخابات الجزئية في باردو. أنا نعتبر أنه نسبة المشاركة اللي كانت بنسبة 11% ضعيفة جدا، وناقص خطر دق، لأنه نعتبر أنه الناجح في الانتخابات البلدية هو فاشل. ما ثم حتى واحد نجح أنا بالنسبة لي في الانتخابات الجزئية متاع بلدية باردو، لأنه الناجح فشل. بما معناه انه وقت اللي تلقى انت معناها 11% نسبه مشاركه، ما ثماش تمثيليه، ما ثماش ريبريزونتاتيفيتي، معناها انت نجحت على نسبه مشاركه نتاع 11% لا تعتبر نفسك نجحت. وانا هذا علاش نقول لك ناقص الخطر معناها دق، لازم كل الاحزاب تستوعب الدرس كلهم من اليسار الى اليمين، واللي يتخيل روحه انه هو فاز ولا هو في منأى على هذا نقول له راك غلط، ولازمك تعيد حساباتك. كل الاحزاب لازمها تتعلم الدرس، ولازمها بالحق معناها تقف وقفه جاده في الانتخابات التشريعيه على اساس ان تعمل معناها تحسس الشعب التونسي وتحسس المنخرطين نتاعها بضروره التوجه والاقتراع. حتى وانت غاضب، حتى وانت معناها ماكش مقتنع، حتى وانت لازمك تقنعه، لازم هذا دور الاحزاب، هنا يجي دور الاحزاب باش تقنع المنخرطين نتاعها وتقنع الشعب التونسي بضروره التوجه للصناديق، لانه وقت لا تطلع نسبه نتائج انتخابات على تمثيل نسبي نتاع 11%، وخاصه انها بلديه باردو، باردو معروف كمان مركز سياده وعندها رمزيه كذلك البلديه باردو، وشهرين معناها قبل الانتخابات التشريعيه. هذاك علاش نقول لك ناقص الخطر معناها رن، والاحزاب السياسيه بكلها لازمها معناها تستوعب الدرس. وانا نعتبر انه ما ثم حتى واحد معناها نجح في الانتخابات هذه. اللي لازم تقوم به الاحزاب هذه لتحفيز الناخبين وخاصه الشباب اللي فما عزوف كبير من قبلهم على الانتخابات، شنو ينجم كحزب باغ اكزومبل تحيه تونس شنو ينجم يقدم لاقناع الناخبين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع؟ الترا الميدان، الالتصاق بالناس والنزول من البرج العاجي هو الحل لكسب الميدان. اللي يتخيل روحه اليوم بخطابات بيزنطية وبالابتعاد عن الناخبين وبالابتعاد على الشعب التونسي ينجم يقنع الشعب التونسي راهو غلط.
8 سنوات بعد الثورة عرفنا وفهمنا خذنا زوز تجارب تاع انتخابات والثالثة معنا في انتخابات بلدية في تمثيل الحكم تنزيل الحكم المحلي عرفنا أنه اللي يكسب الميدان هو اللي يكون أقرب من الناس وأقرب من الشعب. حركة تحية تونس فهم هذا وهذاك علاش قاعدة بالثقة المتاحة تحاول أني تقرب أكثر وأكثر من الميدان ومن المنخرطين ومن الشعب التونسي عموما. ولربما هذا هو المفتاح اللي تعتمد فيه كذلك بعض الأطراف السياسية الناشئة أو الأحزاب الناشئة واللي تصدرت مؤخرا كذلك نتائج صبر الآراء. أنا قلت لك صبر الآراء عندي فيه منقول، معناها أنا ما نعتقدش أنه صبر الآراء معناها صبر آراء نزيه وبطريقة معناها شفافة ومعناها وفيه ريبريزونتاتيف، ولكن مؤثر صبر الآراء راهو على توجهات الناخبين يأثر بدرجة كبيرة. ما اعتقدش، والدليل انه هو صبر الاراء قاعد ماهوش يستابل ماهوش يستقنو، كان جاي اثر معناها راهو يبقى في نفس ديما نلقاو نفس صبر الاراء، لو كان جاي اثر الدليل انه ثم تغييرات تقريبا كل شهر نشوفوا في صبر الاراء يتغير، معناها هذا يوري انه هو ما ثماش معناها صبر اراء، معناها قاعد ثم ريبريزونتاتيفيتي. انت وين تاخذ؟ لو كان نعملوا صبر اراء معناها في منطقه مدنيه معناها في المدن الكبرى اتونا نلقاو مش نفس صبر الاراء معناها في القرى وفي الارياف نتاعنا. هذاك علاش نقول انه العمل الميداني هو الحل، واللي يحب يكسب الانتخابات اليوم لازم بصراحه يشمر على دوارعه ويهبط للميدان. توجه الأحزاب اللي كنا نحكيه عليها للعمل الميداني وبذلك معناتها تحوز كذلك تحوز معناتها رغبة الناخبين في انتخابها. ما هو سؤال؟ الأحزاب اللي مؤخرا موجودة على الساحة السياسية تواجدها على الميدان، استغلال الميدان، الكونتاكت المباشر بينها وبين الناخب التونسي، كان هو المفتاح لأنها تكون في المراتب الأولى في اختيارات التونسيين. ينقص هذا مثلا حزب تحية تونس أو حتى الأحزاب اللي عندها وزن سياسي وعندها تاريخ سياسي كذلك؟ حزب تحية تونس حزب ملتصق بالقاعدة متاعه، حزب قاعد يعمل في عمل ميداني كبير لكن من غير استغلال معناها الظروف الاجتماعية متاع الناس. حزب تحية تونس يؤمن أن الديمقراطية لازمنا نبنيوها، إذا كان حبوا نبنيو ديمقراطية صحيحة لازمنا نبنيوها ديمقراطية متاع حوار متاع إقناع متاع برامج انتخابية، مش متاع معناها قفة زوالي ومش متاع مناسبات ومش متاع معناها استغلال ظروف اجتماعية معينة، ومش التأثير معناها التكريس مبدأ التواكل. بالعكس احنا مع العمل وتكريس قيمة العمل، هذاك علاش احنا بالنسبة لنا إذا كان نتحاوروا مع القاعدة متاعنا نتحاوروا معها على برامج انتخابية وعلى رؤى مستقبلية لتونس. مدام أنت مؤخرا شاركت في تدشين مكتب لحزب تحية تونس ببلجيكا، هل هناك توجه لتركيز مكاتب أخرى في دول أجنبية وما مدى أهمية التونسي المقيم بالخارج بالنسبة لحزبكم؟ احنا ركزنا مكاتب ليس فقط في بلجيكا، في بلجيكا وفي لوكسمبورغ، وثم أكيد الأسبوع هذا مش يقع تركيز مكاتب أخرى في سويسرا في كندا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وإن شاء الله معناها في العالم العربي كذلك. أهمية التونسي المقيم بالخارج بالنسبة لحزب تحية تونس؟ احنا بالنسبة لحزب تحية تونس التونسي بالخارج هو ركيزة أساسية من ركائز الحزب. عندنا مجلس كامل للتونسيين بالخارج يخدم ليلا ونهارا على مشاغل التونسيين بالخارج، حتى في حركة تحية تونس حتى برنامج الانتخابي متاع تحية تونس بالنسبة للتونسيين بالخارج مش يكون معناها برنامج أفقي يجي من فوق ويسلط عليهم ويقولوا لهم هم العشرة نقاط متاعكم في برنامجنا الانتخابي. احنا عملنا قاعدة عملنا برنامج مش يكون عن بعد يشمل كل التونسيين اللي موجودين في الخارج، من معناها مش تكون ثم عنا بلاتفورم. التونسي المقيم بالخارج من حقه انه يرتب اولوياته، من حقه يحط شنوما النقاط اللي يحب انه حزب تحية تونس يخدم عليهم مستقبلا في الدورة النيابية المقبلة الخمسة السنوات القادمة. وذاك علاش مش تكون معناها ثم تكريس مش تكريس للديمقراطية التشاركية، مش يكونوا التوانسة اللي موجودين في الخارج عندهم بلاتفورم،
اللي تحيا تونس يرتبوا فيها الأولويات متاعهم، يعطيوا فيها شنو التصورات متاعهم للنقاط اللي يحبوها تكون موجودة في برنامج تحيا تونس، من بعد مش يرتبوهم حسب الستاتيستيك ومش يكون هذاك برنامج تحيا تونس. وذاك علاش أنا ديما نرجع ونقول لك أنه كل شيء في تحيا تونس ينطلق من القاعدة ومن بعد يطلع إلى القمة، حتى البرنامج الانتخابي مش يكون مؤثث من مقترحات من الجالية التونسية المقيمة في الخارج. مدام أنت عندك برشا اهتمامات بملف التونسيين المقيمين بالخارج، وفما عمل من قبل سيادتك على ملف سرقة أمتعة التونسيين بالخارج، وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في كل الموانئ والمطارات. شنية هذه الإجراءات كنت تحكي لنا عليها؟ شنو الجديد بالنسبة للتونسيين العائدين من الدول الأجنبية وممكن حتى العربية السنة؟ شنو فما بالضبط؟ أنا أعتقد أن النائبة الوحيدة اللي تخدم على ملف سرقة الأمتعة، سرقة الباجاج معناها متاع التوانسة بالخارج، ماهيش السنة الأولى، معناها عندي 4 سنوات وأنا نخدم على الملف هذا. ما نقولش أني سرقة وفات، لكن السرقة اتقلصت من إلى نسبة 70% وأكثر، وهذا رقم معناها يعتبر رقم حسب شنو مدام؟ حسب معناها الستاتيستيك. احنا كي واحد يتسرق له الباجاج نتاعو يمشي يعمل ديكلاراسيون نتاع سرقه نتاع الباجاج نتاعو حسب لي ستاتستيك. عملنا لي ستاتستيك من 2011 الى 2016، لانه احنا بدينا نخدموا على الملف هذا من 2016 و17 و18 و19. النسبه هذه بالنسبه ل 2019 احسن، تحسنت اكثر، نسبه 82%، ما انا نعطيك في 70% نسبه 2018. انا ما قلتش اني سرقه وفات، السرقه ما زالت وموجوده في الـ في الـ في البلايص الكل، السرقه نتاع الامتعه، لكن ثم تحسن. وعليش التحسن هذا؟ بالردع. انا ديما نقول اذا كان نحبوا معناها بالحق نحسنوا في اي مجال لازمنا نطبقوا القانون. والحاجه الثانيه الردع. قبل كان اللي يسرق الباجاج ما يتحاسبش. علاش ما يتحاسبش؟ لانه صعيب علينا انه نقيموا قيمه الباجاج اللي تسرقت، لكن توا ما عادش معناها قيمه الباجاج اللي نقيموها بقدر ما انه اللي يسرق الباجاج توا يحاسب لخيانه مؤتمن. ونعرفوا احنا في قانون العقوبات خيانه مؤتمر السجن من واحد من سنه الى 5 سنوات، وهذاك علاش الردع هو يخلي انه النسب هذه معناها تتراجع. ونرجع ونقول لك النسب هذه مازالت ما وفاتش، لكن احنا في معناها ثم استمراريه وعازمين معناها على انه المشكل هذا نقلصوا فيه على الاخر، انه باش ينتهي. اكيد ما ينتهيش لانه سرقه موجوده في العالم الكل. شو اسمه هذاك الترابلسي وقت اللي جاء لاعب كره القدم ولا سفير بلجيكي، سرقت البضائع نتاعها الباجاج نتاعها تسرق في فرنسا، وهبطت ستاتيو وقلت الكلام هذا. المواطنين اللي في الخارج حتى معناها اللي موجودين في الخارج في فرنسا بالتحديد يقولوا لي لا في فرنسا ما يتسرقش. يا ولدي يهديك، راكم قاعدين تعملوا في صوره معناها وفي سمعه سيئه لبلادكم، وخاصه شهر معناها قبل الموسم السياحي. انا ذاك علاش رجاء للجاليه الموجوده بالخارج، انا ما قلتش السرقه مش موجوده، لكن كي تبدا ثم فيديو غلط وماهوش صحيح وفيه كذب وفيه تشويه للسياحه التونسيه نتاعنا، ما نبداوش نعملوا له في البارتاج على بعضه، ويضر معناها بالموسم السياحي ويضر بسمعه تونس، وهو غلط. مدام فما زاده دي كاميرات سيرفيون مستوى باش يتحطوا في لي بادج نتاع الديوانه، كان تحكي لنا على الاجراء الجديد هذا اللي ينطلق بدايه من السنه. ابتداء من السنه احنا الحقيقه ماهوش عندوش علاقه بسرقه الامتعه بقدر ما عنده علاقه معناها في المواني بالرشوه. الرشوة معناها والعلاقة والعلاقة والمعاملة تجاوزات الموجودة في الموانئ وفي المطارات والمعاملة حتى المعاملة معناها متاع عون الديوانة مع التونسيين بالخارج. الحقيقة ثم استجابة كبيرة من أعوان الديوانة، وذلك علاش أنا هبطت ستاتيو، يعني شوف أنا أكثر واحدة ننتقد الديوانة ونعتبرها صندوق أسود للتونسيين بالخارج، لكن وقت اللي يكون واحد أحسن وعمل الحاجة وثم معناها مد يده باش يخدم معانا وتعاون وثم تعاون وثم تجاوب معانا نقولوا للمحسن أحسنت. ثم 84 كاميرا نتاع مراقبة توا موجودين في بورت حرق الواد، ثم 2 سكانير متحركين موجودين في بورت حرق الواد توا بالإحصائيات، وأنا نعمل في زيارات فجائية آخرها كان البارح، وقبلها معنا الخميس الماضي كنت في ميناء حرق الواد لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج بطريقة فجائية. نأكد لك أنه العديد والعديد من السيارات اللي ما هيشي معنا محملة وأكيد ما هيشي ما فوقهاش برشة معناها سلعة تخرج في رقم قياسي بين 10 ل 15 دقيقة، لكن الناس اللي جايبين أكيد سلعة برشة وأمتعة برشة يتعداو على الإسكانير ويتعداو بالفوي. الحاجة الجديدة بخلاف الكاميرا هذوما ال 84 قلتهم لك وبخلاف الدو سكانير، انه الاعوان الديوانة ولا عندهم اسم بادج بالاسم واللقب
ولا عندهم رقم السلسله. قبل رقم السلسله كان يتكون من 8 ارقام، معناها صعيب عليك باش تشد معناها رقم فيه 8 ارقام، توا ولا فقط 400. هما 400 تاع الديوان، قلنا لهم تعملوا من واحد ل 400 تاع هما ال 400 المتواجدين بميناء حلق الوادي على الاقل، باش انهم هما التونسي المقيم في الخارج ينجم يشد الرقم هذاك من واحد ل 400. بخلاف هذاك ولا تعرض للاستفزاز او محاوله معناتها افتشاء الى غير ذلك. الى غير ذلك، وثم توا دي كاميرا بورتور معناها على الصدر، هي تسجل كل العمليه صوتا وصوره من 24 ساعه على 24 وسبع ايام على سبع ايام، معناها بصفه متواصله تكون ثم العمليه مراقبه بمعناها معناها غرفه لمراقبه العمليه بكلها، واذا كان وقع اي معناها خلل ولا معناها تعطيل للكاميرا هذيك، الغرفه معناها نتاع العمليات اللي فيها غرفه مراقبه نتاع الكاميرا معناها طول تعطي سينيال دالارم، وطول معناها يجيو للعون هذاك ويجيو يشوفوا وين الخلل وعلاش صار خلل. بخلاف هذا ثم رقم اخضر معناها موجود على ذمه التونسيين بالخارج، يمكنهم انهم يتصلوا به، وثم شباك معناها مفتوح غادي تنجم تمشي تقدم فيه شكايه اذا كان تعرضت لسوء معامله او تعرضت للرشوه او غيره. لكن الاجراءات هذه مازالت متواصله، أكيد الطريق مازال طويل، لكن عنا أمل حسننا ومازلنا قادرين نحسنوا، وعنا أمل إنه غدوة مش يكون خير من اليوم. عندك فكرة مدام على التكلفة متاع الكاميرات سيرفيونس اللي موجودين والسكانير وكله؟ حقيقة عطاونا الأرقام لكن ما نستحضرش الرقم معناها حاليا. مش مشكل. دونك مدام انت حكيت على زيارات فجائيه قمت بها الميناء حلق الوادي لاستقبال الجاليه المقيمه بالخارج، التجاوزات اللي لاحظتها او وقفت عليها؟ الحاجات يمكن اللي انا نتكلم عليها بحسره واللي لاحظتها في ميناء حلق الوادي هما الحماله، ثم مشكل كبير متاع حماله. توا انا مثلا كنت موجوده في بورد حلق الوادي نشوف معناها انه الديوانه قايمه بدورها، الشرطه قايمه بدورها، لكنك الحماله يجي ويلبس معناها سامحني يسكنوا معناها قريب يسكن حداه معناها المواطن المقيم في الخارج، ويبدا يقول له تحبش نعاونك تحبش نهبط لك، برغم التونسي اللي مقيم بالخارج قلت لك كي تبدا سيارات عائليه ويبدا الزوج موجود معناها البو موجود ثمش علاش معناها انت باش تعاونهم ولا باش تقدم لهم الخدمه هذيك، لكن هو يسكنوا. لين انا ريت واحد من المواطنين المقيمين بالخارج كي معناها تعب منه حب يمد له حاجه، وقفت له وقلت له انتم بالطريقه هذه قاعدين تشجعوا فيهم معناها على الرشوه، لانه الرشوه والمرتشير هو عمليه الرشوه وقت اللي نحكيوا عليها كيما ثم معناها متقبل للرشوه، ثم شخص معناها قدم الرشوه هذيك كيف معناها هما انا بالنسبه لي المعادله تخليهم على نفس معناها في نفس المستوى او في نفس الجرم معناها في نفس المستوى بالنسبه لي. جيت وقلت له ما ثماش علاش انت ما قدملكش خدمه، قال لي باش يسيبني، قلت له لا انت تقول له سيبني مش تعطيه حاجه باش انه يسيبك، لانك انت عندك القدره باش انك تعطيه، انا اللي ما عنديش قدره، الطالب اللي ما عندوش قدره، اتعود الشخص هذاك باش انه ياخذ، يولي انا ما عادش يسيبني اللي ما يطلب مني حاجه، دونك انا اعتقد انه ثم مشكل كبير، مشكل الحماله، والمشكل الثاني اللي ريتو واللي لازمنا بالحق نخدموا عليه ومازلنا للاسف ما وصلناش معناها بالرغم اجتماعاتنا المتكرره معناها مع المتدخلين الكل في الملف هذا، المشكل الثاني انه اول ما يخرج احيانا تونسي مقيم في الخارج كي يبدا ما عنده حد شيء قلت لك ويبدا مع عائلته كل في 10 دقائق يلقى روحه لبرا، اما اول ما يخرج لبرا يلقى كالشباب معناها هو مشموم تاخذه بالسيف، وهو معناها يعطيك الايات نتاع الكرسي معناها تاخذها بالسيف، معناها منظر صدقني معناها يحزن لواجهه تونس، وخاصه انه ثم ناس معناها سياح واجانب يروحوا بالكرهبه نتاعهم، معناها اول ما يخرج معناها يسكنوا كالشاب ولا كالشابه هذيك يطلب منه معناها باش ياخذ ويجبروا معناها لحاح لدرجه الاجبار معناها انك تاخذ من عنده معناها مشموم بالسيف ولا تاخذ من عنده كتاب قران بالسيف ولا تاخذ من عنده معناها اي حاجه معناها يوزع فيها مشوار ولا حاجه بالسيف. الظواهر هذوما لازم نتصدوا لها، احنا طلبنا مع اعوان الشرطه انه يكون ثم تكثيف معناها من اعوان الشرطه في المنطقه هذيك، لكن استجابوا معناها باش عملوا لنا زوز مراكز نتاع الشرطه، لكن الاعوان مازالت معناها العنصر البشري مازال شويه ناقص خاصه في اوقات الذروه وفي الصيف وفي عوده التونسيين بالخارج. بالنسبه مدام للكاميرا، بالنسبه للديوانه المخالفات المرصوده من قبلكم في الديوانه بالتحديد، هل انه جميع الديوانيين مركبين لكاميرات سيرفيونس؟ لا، هي مازالت لكلهم ماهمش بكلهم، هي اجراء بدينا فيه من سنه، لكن ثم تكلفه باهظه معناها ما تنجمش ال 400 عون معناها بكلهم معناها هذا تركب لهم دي كاميرا، بدينا في الاجراء هذا نشوفوا الجدوى نتاعو السنه هذه وان
شاء الله بشويه بشويه احنا نعرفوا امكانيات بلادنا، لكن كما قال زعيم الراحل بورقيبه خذوا طالب، احنا ناخذوا سنة كميه وان شاء الله معناها عام الجاي كميه لنوصلوا انه كل اعوان الديوانه يوليوا معناها مجهزين بكاميرا على السطح. طلبتم كذلك وزير النقل سنة بتسهيلات بالنسبة للمقيمين بالخارج، كان تعطينا فكرة مدام على التسهيلات اللي طلبتوا بها وزير النقل هشام بن أحمد، وشنو اللي تم معناتها اتخاذه سنة بالنسبة عموما للمقيمين بالخارج راجعين لتونس؟ أكيد احنا كل عام معناها نعملوا لقاء مع سيد وزير النقل قبل العودة متاع التونسيين بالخارج، نحضروا للعودة متاع التونسيين بالخارج، وفي نفس الإطار نطالبوا ببعض الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لعودة التونسيين بالخارج ولتوفير معناها عودة مريحة لهم. يمكن سناء أهم إجراء صار بالنسبة للعوام السابقة، خط العوام السابقة كيما سناء صار أنه التونسي بالخارج عنده الحق في دو باجاج في عوض باجاج واحد، سناء يمكن الإجراء اللي صار أكثر من هكا أنه عملنا التعريفة الموحدة للتونسيين بالخارج، ولات سعر التذكرة بالنسبة للتونسي المقيم بالخارج 380 أورو. الإجراء هذا استفادوا منه أكثر جماعة فرنسا بحكم أنه الجالية أغلبيتها موجود في فرنسا، حاولنا معناه أنه إحنا نعموه على بقية الدول، ضافوا معناها نضافت بلجيكا وسويسرا، لكن في زوز معناها بعد ما حكيت مع الخطوط التونسية وقع معناها إضافة زوز رحلات إضافية بسعر 380 تذكرة، لكن للأسف التوقيت متاعهم ما يتناسبش مع التونسيين بالخارج. رفعنا الإشكال هذا الزد لي وزير النقل، إن شاء الله معناها في السنوات المقبلة يقع معالجة المشكل هذا في الوقت المناسب، وإن شاء الله الظاهرة هذه متاع الليبي معناها أمبخي يونيك معناها متاع 380 أورو ما تكونش معناها فقط السداء، وإحنا لحينا معناها في مراسلاتنا وفي حديثنا مع سيد وزير النقل إن يمشي يولي مسنا لبقية السنوات التسعيرة موحدة بالنسبة للتونسيين بالخارج 380 أورو. يعرف التونسي المقيم في الخارج كي قص تذكرته من جانفي ولا من فيفري ولا من ديسمبر، خاطر الجالية المقيمة في الخارج لازمها ليكون جي نتاعها ولازمها تعمل الإجراء هذا، تخذيه سنين مخر شوية، لكن بالرغم من مخر شوية شفنا الصفوف احنا على الخطوط التونسية في فرنسا بالخاصة، معناها إن شاء الله الإجراء هذا يولي يبقى معناها ستابل باش التونسي المقيم بالخارج يولي يعرف أنه عنده تكلفة وبيجي معين، لأنه للأسف نعرفوا أنه أسعار التذاكر، أنا السيد المدير العام للخطوط التونسية قلت له أنا ما عادش مش نقول لك رخص التذاكر، لأنه كل ما نقول لك ترخص بالتذاكر إلا وتطلع التذاكر. التونسي المقيم في الخارج صدقوني معناها صعيب عليك، يبدأ عنده عائلة بالخاصة معناها متكون من صغار ثلاثة وأربعة، صعيب عليه معناها باش يروح بهم كل عام، هذاك علاش كي تتعمل له السعر بتاع تذكرة موحد 380 أورو يولي يعرف البيجي متاعه ويولي يعمل الإيكونومي متاعه على أساس معناها يروح في كل صيف ويروح بأسعار مقبولة ومعقولة ويعرف على شنو قادر. بالنسبة مدام للإجراءات للعائلات المعوزة المقيمة بالخارج، أكيد مش توينسا كل المقيمين بالخارج يعيشوا معناتها وضع مادي جيد، هناك عائلات تعيش في أوضاع مادية تنجم تكون تعبة شوية، دونك فما إجراءات خاصة بهذه العائلات لتشجيعهم وإلا لتمكينهم من العودة لتونس في الصيف؟ عكس اللي يتخيلوه التوانسة في الداخل، ثم التوانسة في الخارج محتاجة وتبقى بالسنوات ما تروحش لتونس، لاني ما عنديش الامكانيه كما قلت لك، بالخاصه كي تبدا عائله فيها برشا صغار ما ينجموش ما عندهمش الامكانيات باش يروحوا لتونس كل عام. الاجراء هذا الحقيقه معمول به من قبل معناها الثوره، اجراء ماهوش معناها جديد احنا ما استنبطناش. الحاجه اللي يمكن تزادت في الاجراء هذه اني رفعنا من السقف نتاع المنتفعين. كنت تعطينا العدد مدام عدد المنتفعين؟ قبل كانت معنا 100 تقريبا، 100 عائلة تنتفع بهذا بعد في مختلف دول وإلا كل لأنك لازمك تعرف التكلفة أنت معناها نتاع كل كي تقول 100 عائلة، وإذا كان كل عائلة متكونة من ثلاثة صغار لموين العائلة المعدل العائلة معناها خمسة أطراف، معناها أم وبو وثلاثة صغار، معناها تخيل أنت معناها أضرب ساعة تذكرة في خمسة أطراف في 100 عائلة، كان قبل 100 بعد وصلناها احنا ل 800 من السنة الماضية ولا 800 تذكرة حتى سنة 800 مدامة عامنا 800 وسنة 800 800 تذكرة أو 800 عائلة؟ 800 عائلة يقع تنتفع بالخدمة هذه، 300 على الباخرة و500 على الطائرة، دونك 300 باغ باتو
و500 باغ افيون يستمت معناها ينجموا ينتفعوا معناها بالخدمه هذه. اغلبيه هذه العائلات وين موجوده بالضبط؟ شوف هو الحقيقه نعرفه ديما رولاتيف للعدد نتاع التواجد الجاليه، بما ان الجاليه اغلبها متواجده في فرنسا يعني اغلبيه المنتفعين مش يكونوا من فرنسا، هذا بديهي، لكن مش هذا المهم بقدر ما انه توا ولات ثم رقابه. قبل وقت اللي انت تعطي الميتن عائله ما تعرفش شكون الميتن عائله المنتفعه، وحتى واحد وما تتجرأش اصلا انك تسال شكون المنتفع وشكون مش منتفع، معناها ما تقدرش تراقب. توا ولات ثم مراقبه وثم معناها شروط واضحه تعلق في القنصليات وفي ديار تونس بالنسبه للمنتفعين، المعلومه ولات توصل للتونسي المقيم بالخارج. قبل انا بصراحه معناها لازمك تكون متابع معناها باش انك تسمع بالاجراء هذا، اللي مش متابع ما ينجمش يعرف الاجراء هذا. توا وليت تلقاها في ديار تونس في القنصليات، النواب تلقاها على صفحاتهم، الديوان التونسي بالخارج يعلقها، القنصليات علقها على المواقع نتاعها، معناها المعلومه ولات واصله للتوانسه بالخارج اللي ثم 800 تذكره ينجموا يستفادوا منها. بخلاف هذا ثم مراقبه، احنا كنواب ولينا نجموا نطلعوا على الملفات ونجموا نحاسبوا شكون خذا وشكون ما خذاش، ونجموا نشوفوا اذا كان وقع احترام الشروط المنصوص عليها والا لا. وانا شخصيا الجمعه اللي فاتت قمت معناها بجلسه عمل مع السيده اليسرى المسؤوله معنا في ديوان تونسي من الخارج على الملف هذا، ووريتني معناها كل الملفات وكل الوثائق اللي هي مرفوقه بالملفات نتاعهم، وشفت العائلات هل بالحق وقع معناها احترام معناها الدخل نتاعهم، هل وقع الاحترام انهم هما السنه الماضيه ما سافروش وما رجعوش لتونس، معناها ثم الشروط وقع احترامها ولا لا، ودرسنا الملفات ملف بملف، يعني ثم مراقبه وهذا جيد وجيد جدا. واضح. اذا مدام تقييمك لاداء المجلس؟ مجلس نواب الشعب اكيد. مجلس نواب الشعب كي نحبوا نحكيوا عليه نحكيوا عليه بطريقتين، اول حاجه كسلطه تشريعيه وثانيا كسلطه رقابيه. كسلطة تشريعية مجلس نواب الشعب قام مصادق إلى في الخمس سنوات هذوما على تقريبا 320 مشروع قانون، وفي الأيامات الجاية معناها نتصور أنه العدد مش يوصل ل 340 مشروع قانون، اللي هو يعتبر رقم مش خايب وماهوش كبير، رقم متوسط بالنسبة للبرلمانات اللي موجودة في العالم الكل. لكن الدور التشريعي معناها لكن في المشاريع القوانين هذيك ثم مشاريع قوانين مهمه جدا، كما مشروع قانون الارهاب، كما من اين لك هذا، كما مشروع قانون الـ 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 المعلومه معناها نفاذ للمعلومه، نفاذ الى المعلومه، وغيرهم من مشاريع القوانين اللي هما عندهم علاقه بالمراه وبالطفوله وغيرها وغيرها وغيرها، اللي بالحق مشاريع قوانين باهيه. بالرغم من ضعف الامكانيات معناها في مجلس نواب الشعب، نعرفوا ان النواب يخدموا معناها من غير امكانيات تقريبا لا بشريه ولا لوجستيه ولا مكاتب ولا حد شيء، لكن هذا الكل يبقى فيه نواقص. النواقص واللي تخلي الصوره يمكن سلبيه لمجلس نواب الشعب واللي لازمنا نحكيوا عليها، لانه كي ما نحكيوش عليها وما نعملوش تقييم صحيح ودياجنوستيك صحيح للاسف ما نوصلوش معناها نعالجوا الملف كما يلزم. ثم مشكل الغيابات، وثم مشكل اخر واللي هو انا نعتبره مشكل كبير وعويص، اللي هو الوقت. الوقت في مجلس نواب الشعب ما عندوش اهميه. وقت اللي تشوف انت وزراء يضيعوا نهار كامل باش يجيو على سؤال شفاهي، وبالرغم من اهميه انه يكون ثم سؤال شفاهي، الا انه معناها حاجه للاسف معناها تورينا انه لازمنا تكون ثم مراجعه للوقت. وقت اللي نجيبوا وزير باش يبقى ساعه معناها نهار كامل ويضيع وزارته ويضيع مهامه باش يبقى نهار كامل معناها لهنا موجود، انا نشوف انه لازم الحقيقه الملف هذا تكون ثم مراجعه فيه. وذلك علاش انا نشوف انه مجلس نواب الشعب اكيد تم حاجات ايجابيه صارت فيه، لكن تم الحديد والعديد من النقائص، كما قلت لك تضيع الوقت، كما قلت لك معناها جلسات العامه معناها ساعات، معناها المفروض تبدا 9 متاع الصباح تبدا نصف النهار، كيف كيف الغيابات، كيف كيف معناها المحكمه الدستوريه اللي مش تبقى بصمه عار اللي لحد الان ما وقعش معناها ارسائها، وغيره وغيره معناها من مشاريع القوانين القانون فما زاد حتى هيئه تجديد هيئه مكافحه الفساد اللي الى حد الان موقعش. تم اختيار 9 اسماء ولكن اثناء التصويت ما تمش الاتفاق. نعم ثم مشكل كبير معناها على الاتفاق في التصويت، ديما معناها نوصلوا للتصويت ونلقاو معناها بلوكاج كبير سواء بالنسبه للمحكمه الدستوريه سواء بالنسبه لهيئه مكافحه الفساد وغيرها معناها من الهيئات الدستوريه اللي ما وقعش معناها تركيزها. هذا الكل لانه الاحزاب ما نجمتش تتوافق
فيما بعضها على الأسماء المقترحة. وهذا معناها من العوائق اللي موجودة في مجلس نواب الشعب للأسف. هل إنه مدام فما أطراف معينة في المجلس تسعى لتعطيل انتخاب مختلف هذه الهيئات اللي تعتبر مهمة ومهمة جدا، ونحن وقفنا على مدى أهمية مثلا المحكمة الدستورية مؤخرا أثناء الوحكة الصحية اللي مر بها رئيس الجمهورية، هل فما أطراف معينة تسعى للتعطيل لغاية التعطيل؟ أنا بصراحة نزه زملائي الكل من الحكاية هذه، ما نتصورش أنه معناه تم، ولكن نائب وقت وين يعرف أنه فما جلسة عامة لانتخاب المجلس المحكمة الدستورية وما يحضرش، شنو النجم نسميه هذا؟ بصراحة لازم أنا نشوف، لازم يقع نشر الأسماء متاع الناس اللي متحضرش في تركيز هيئات معناها مهمة كما الهيئات الدستورية هذه، وأعتقد لأنه الناس هذوما تم معناها حاجات أخرى زادة مهمة ما كانوش حاضرين فيها. هذيك علاش انا نقول الغيابات هي من اسباب فشل معناها مجلس نواب الشعب، باش انه معناها يقوم بدوره احسن من هكا معناها ويعطي صوره افضل من هكا، لكن انه تكون معناها ثم ناس تحب تعطل، انا معناها طالما ما عنديش الدليل القاطع ما نجمش نلزم في حاجه معناها ما عنديش عليها دليل. المجلس اداء او عمل المجلس طيله الفتره 5 سنوات اللي فارته خدي تعطيه مدام على 10 60% 6 واضح. تقييمك لحكومة يوسف الشاهد لثلاث سنوات اللي مروا يوسف الشاهد على رأس الحكومة؟ حكومة يوسف الشاهد هي حكومة جات في ظرف صعيب في 2017 بعد زوز، خطر التونسي تيسع ما ينسى، معناها بعد زوز حوادث مريعة، الحادثة الإرهابية متاع بارد والحادثة الإرهابية متاع سوسة. حكومة يوسف الشاهد وسيد يوسف الشاهد نجح معناه باش أنه يتصدى لملف معناه عويص بالنسبة للتونسي بالخارج، سمح لي التونسيين ككل، يعني أنا نايبة على التونسيين بالخارج، دايما في مخي أنه التونسي بالخارج هما في قلبي وفي مخي. دونك أول ملف نجح فيه معناه حكومة يوسف الشاهد هو الملف الأمني. التونسي ذكرته يمكن قصيرة وينسى في شنو كنا في 2016. في 2016 كان ثم خوف معناه من أنه حتى نخرجوا للشارع، كان أنه ثم خوف سيد رئيس الجمهورية قال إذا كانت تكون عملية إرهابية أخرى نخافوا على تونس، معناه بالحق كنا في فترة مانيش عارفين فيها وين مش نمشيه. حكومة يوسف الشاهد جات معناها 3 سنوات ما سمعناش بعملية إرهابية واحدة، ثم إنجازات معناها واستباقات أمنية معناها نشهدوا بها الناس الكل، ثم معناها وقفات واضحة، وثم تقدم أمني ملحوظ، وثم معناها متابعة أمنية دقيقة، وثم تحسن في الوضع الأمني. والتوينسة ما تحسن، ولكن مادام مش إلى درجة أنه ما سمعناش بعملية إرهابية واحدة، فما عملية إرهابية نستحضر منها جوست معناتها المؤخرة الأخيرة وحتى اللي كانت أمام البرلمان العون الحرس بروتا اللي تم ذبحه معناتها لهنا أمام مجلس نواب الشعب. نعم، في 3 سنوات ثم تحسن في المؤشرات الأمنية. أنا يمكن كي نقول معناها ما ثماش حتى عملية إرهابية، صحيح صارت عملية إرهابية الأخيرة واللي للأسف معنا نتأسفوا للهياسر، لكن ثم عمليات استباقية كبيرة، ثم إحباط معناها لعديد العمليات الانتحارية الأخرانية. هذاك علاش نقول ثم تحسن في الملف الأمني، ونقول أن الملف الأمني معناها ميزال معناها من النقاط الأولى من أولويات حكومة يوسف الشاهد، لكن ثم تحسن أمني ملحوظ وملحوظ جدا. هذه النقطة الأولى يمكن اللي نعطيوها. النقطة الثانية في حكومة يوسف الشاهد وقت اللي نحكيه عليها ملف الطاقة، يمكن أنا لأنه يهمني ملف الطاقة، أول حكومة معناها تحكي على ملف الطاقة بصفة معناها وتركز عليه، الطاقة المتبدلة وقت اللي نشوفه 6 محطات بتاع فوتوفولتايك تتعطى لشباب تونس، وكي نشوفوا معناها في شهر نوفمبر كيف ثم أبل دوفر معناها توكية محلولين على أساس أنه مشي تعطوا 7 محطات أخرى للطاقة لمحطات فوتوفولتايك، نجموا يقولوا أنه إذا كان ثم أمل أنه تونس تولي تعمل الاكتفاء الذاتي في الطاقة متاعها، وبما أنه احنا بوابة معناها أوروبا ثم إمكانية أنه نولي ونصدروا لأوروبا، يعني الاهتمام بالطاقة هو يعتبر نجاح يحسب لحكومة يوسف الشاهد. كيف ثم ملفات أخرى معناها نجموا نحكيوا عليها بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد هي في المجال الاجتماعي، وقتلنا نحكيوا على البطاقة الرقمية بالنسبة للضمان الاجتماعي والكنام،
وقت اللي نحكيه أنه 500 مرأة ريفية وشملها أنه وليت تنجم مع وهي أنا نعتبرها أنه ذكية ياسر معناها الخطوة وقت اللي نعمله تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين مشغلي الهواتف الجوال وتولي المرأة الريفية اللي كانت معناها وقت اللي تبطل الخدمة متاعها ونعرفوا العمل معناها في العمل الفلاحي عمل مجهد وللأسف المرأة اللي تخدم في القطاع هذايا في صمتيح الصحة متاعها تلقى روحها بعد ما تولي ما عادش قادرة معناها باش تخدم في المجال هذاك ما هيش ما عندها حتى تغطية صحية توا ثم 500 مرأة ريفية شملها المشروع هذا وشملتها معناها وشملها برنامج أحميني ويكفي أنه يقتطعوا لها دينار واحد من هاتف الجوال متاعها باش تلقى روحها محمية اجتماعيا ومسجلة في ومحمية بالضمان الاجتماعي. ولكن ما فماش عيوب لحكومة الشاهد مدام؟ أكيد 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 ما فماش بارفي وحكومة الشاهد ما عندهاش عصا سحرية ثم العديد والعديد من العيوب لحكومة الشاهد وأنا كنت ننتقد فيهم معناه وإلى اليوم ما زلت ننتقد فيهم أكيد لكن المشوار شوف أنا نعتبر أنه ما ينجمش واحد ما يكونش فيه عيوب إلا لما يخدمش اللي يشد داره أتو ما يكونش عنده عيوب وأتو ما تكونش عنده أغلاط وأتو ما تكونش عنده زلات أما اللي يخدم الكل أكيد مش يكون عنده عيوب ومش يكون عنده زلات ومش يخطأ ومش يصيب لكن اللي لازمنا نركزوا عليه أنه ثم عيوب كما ثم إيجابيات ثم سلبيات ثم إيجابيات ثم التدهور في الدينار في قيمة الدينار شهدناها في 2000 معناها و16 و17 وعيطنا عليها الناس الكل أما وقت اللي ثم معناها تحسن في الدينار حتى حد ما حكي عليه احنا في تونس عندنا المهارة متاع انه نضخموا كل شيء وانه نهولوا كل شيء خاصة كي يبدأ سلبي لكن كي تبدأ حاجة إيجابية ما تعلمناش إنه نشكره ما تعلمناش إنه نقوله الحاجة هذه معناها للمحسن أحسنت وما تعلمناش إنه كي تبدأ حاجة إيجابية نحطوها on valor ونحطوا بلادنا on valor. قدي تعطي الحكومة الشاهد على 10؟ 7. واضح. تقييمك إذن للفترة الرئاسية للباجي قايد السبسي؟ الباجي قايد السبسي نعتبره زعيم نعتبره رجل استثنائي يحظى باحترامه بمكانة ليست فقط وطنية دولية بين زعماء العالم وملوك العالم الفترة هو المسؤول على الخارجية التونسية والخارجية التونسية في فترة الباجي قايد السبسي شهد التحسن وتحسن ملحوظ مع بلدان الجوار مع البلدان الأوروبية ومع بلدان العالم بصفة عامة فترة الباجي قايد السبسي كيف كيف يمكن أنا مش نحكي على زوز حاجات اللي هما معناها مهمين في الفترة متاعه واللي نعتبرهم رومركابل في الفترة متاعه احتضان تونس للقمة العربية ونجاح القمة العربية والحاجة الثانية انتخاب تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي هذوما زوز حاجات ستحسب للباجي قايد السبسي ولفترة الباجي قايد السبسي قد تعطيه على 10؟ 7. واضح إذا البيجي وحكومة الشاهد متساويين مدام السؤال اللي في كل مرة نطرحوه على الضيف اللي يكون معنا هي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية اللي تمر بها البلاد التونسية مقترحات حلول من قبل لمي أملياح لتجاوز هذه الأزمات اللي تعيشها بلادنا أكيد يمكن نلخص المقترحات والحلول في حاجتي حاجة الأولى الاستقرار إذا كان نحب نخرج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي نعيشوا فيها راهو مش في 3 سنوات هذا نعيشوا فيها من 2011 من 2011 وأحنا معناها في من أزمة لأزمة وخاصة أزماتنا الاقتصادية إذا كان نحب نعالجوها من نجم نعالجوها إلا بالاستقرار لأنه وقت اللي تضمن الاستقرار 9 حكومات راهو في 8 سنوات 9 حكومات معناها حتى العالم قاعد يتفرج علينا حتى المستثمرين علاش المستثمرين معناها يخرجوا من تونس وما يحبوش يرجعوا لأنه بالنسبة لهم ما ثماش استقرار بالنسبة لهم ما ثماش وضع مستقر في تونس وطالما ما ثماش استقرار وما ثماش استمرارية بالنسبة لهم الوضع هش دونك أول حاجة هي الاستقرار وذلك علاش أنا يمكن من الحاجات اللي انضميت فيها لحزب تحية تونس لأنه نعتبره حزب مسؤول قد كان قد معناها الكلمه نتاع سيد يوسف الشاهد في البرلمان في سبتمبر 2016 وقت اللي قال 4 أولوياتي هما مقاومه الفساد اول حمله قام تقوم بها حكومه قامت بها حكومه يوسف الشاهد وقت اللي قال اولويتي هي الارهاب
تحسن الوضع الأمني في تونس، واختلا قال أولويتي هي المؤشرات الاقتصادية ومش نتعديه بفترة صعيبة في 2016 و2017 و2018 ومش تبدأ ثم مؤشرات إيجابية في 2019، نشوفوا ثم مؤشرات إيجابية في 2019، تحسن معناها الدينار بالعجز الميزانية واختلا ينتقل من 9% إلى 4.6% في 2018 ومن بعد 3.9% في 2019، واختلا نشوفوا مؤشرات السياحة واختلا كنا نتمنى ونرجعوا الأرقام 2010 نلقاو في 2008 مؤشرات السياحية كما 2010 ونلقاوها في 2019 مش تكون خير من 2010. يعني أنا نعتقد أن حكومة يوسف الشاهد وحزب تحية تونس قادرين أنهم يكملوا في الاستمرارية هذه، والمؤشرات اللي يحكي عليها مش تحسن في 2019 وفي أفق 2020 أكيد مش تكون موجودة. الحاجة الثانية اللي أنا نقترحها واللي نعتبرها من الحلول هي العمل، تكريس قيمة العمل، لأنه وقت اللي رجع قيمة العمل وأهمية العمل في تونس والرجع أهمية الإنتاجية والمردودية في تونس نجموا نقاوموا الأزمات اللي احنا موجودين فيها وخاصة الأزمة الاقتصادية. واضح. إذن مدام باش نتعدي طوى إلى فقرة مع أو ضد، في كل مرة زيدة نقدموها أو نطرحوا مجموعة المقترحات أو الأسئلة الموجودين على الضيف اللي يكون معنا، باش نعطيك مجموعة من الأسئلة أو مقترحات باش تجاوبني مع أو ضد، مع إمكانية أكيد أنك تفسر عليش باقتضاب. إذن مدام لميا، مع أو ضد تغيير النظام السياسي في تونس؟ مع، يعني أنا نؤمن أنه في تونس لازم يكون ثم واحد يحكم واحد في المعارضة، أما التشتت هذا أنه ما نعرفوش شكون يحكم وشكون في المعارضة هذا ما ينجمش يقود البلاد للمخير. مع أو ضد المساواة في الميراث؟ مع. مع أو ضد تجريم المثلية الجنسية؟ ضد. مع أو ضد ما يسمى بالربيع العربي؟ مع. مع أو ضد الإسلام السياسي؟ الإسلام السياسي ضد. مع أو ضد عودة رموز وقيادات التجمع للعمل السياسي؟ مع. أنا ضد الإقصاء، لا إقصاء لأي حد، تونس كبيرة وقادرة أن تكون كل الناس تلقى فيها حظوظها وتلقى فيها فرصتها للعمل. مع أو ضد الحكم بالإعدام؟ ضد، لأني نعتبر أنه الإنسان خطأ ونجم نخطئ ونعدم شخص، معناها ضد. مع أو ضد اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي؟ مع. مع أو ضد السماح بعودة بن علي إلى تونس؟ مع. هو تونسي في نهاية الأمر ومن حقه أنه يتدفن في بلاده ويكمل أياماته في بلاده، مع أنه يتحاسب لكن مع زاد أنه يرجع لبلاده. إذن مدام كلمة الختام ليك، رسالة أو كلمة توجهها للمتابعين اللي يتفرجوا فيك وللتوانسة عموما. أنا نبدأ بتوينسة بالخارج، نتمنى لهم عودة ميمونة وأحنا على أبواب معناها استقبالهم في العودة الصيفية. نحب نقول للشعب التونسي نخدموا على رواحنا، نقصوا من التنبير ونكثروا من العمل وما يكون ثم كان الخير. والانتخابات التشريعية لازمكم تمشوا تنتخبوا، ومهما يكون اللي مش تتحطوه لازمكم تمشيو وتحطوا الورقة في الصندوق، لأنه يعني هذاك اللي يغير مستقبلكم. تحية تونس. يعطيك الصحة مدام ومشكورة. شكراً.